أن الفقهاء رحمهم الله تعالى مهمتهم الحكم على ظاهر العمل وما يترتب على هذا الظاهر من أحكام تتعلق بالإنسان وتتعلق بالأسرة وتتعلق بالمجتمع وتتعلق بالدولة. تتعلق بالإنسان أي أنه أدى الأمر كما أمر به في ظاهره. تتعلق بالأسرة فيما يتعلق بأحكام الطلاق والزواج والطلاق والعدة وما له صلة بها، فأمر ظاهر متعلق بالأحكام هنا، والميراث، وأحكام تتعلق بالمجتمع من عدم تفشي الفتن وعدم المجاهرة بالمعصية حتى لا يكون تكون هذه المجاهرة سبيلا إلى نشرها واستسهال الوقوع فيها. فرتبت أحكام على هذا الأمر. ما هي الأحكام؟ هذه الأحكام متعلقة بما يتعلق بالشخص، يعرف أن هذا الفعل صحيح وهذا الفعل باطل، وأحكام متعلقة بولي الأمر الدولة فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على المخالفات. فليس من حق الأفراد في كل مجتمع في كل بلاد، ليس من حق الأفراد أن يطبقوا الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقوبات، الحدود والجنايات والقصاص والقود وما يتعلق بها. ليس من حق الأفراد في أي مكان مهما بلغ علمهم مهما بلغ فهمهم، ولا من حق الجماعات، واحد شكل جماعة، جماعة كذا وجماعة كذا وتنظيم كذا، ليس من حقهم أن ينفذوا الأحكام السلطانية يسمونها السياسة الشرعية والأحكام السلطانية. قالوا ولو قصر فيها الحاكم، ولو قصر الحاكم في أدائها، لا يجوز للأفراد ولا الجماعات أن تأتي بها. لماذا؟ قالوا لأنه لو تجرأ عليها أو أذن للأفراد والتنظيمات والجماعات أن تأتي بتطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقوبات لتحول الأمر إلى فوضى، وأصبح كل واحد أنا فهمي للنص هذا أني أفعل كذا، اقتل يقتل، كل جماعة تتكلم عن تطبيقها للشريعة فتخرب وتحتج بآيات وأحاديث على أمر باطل، مثل هذا الطيار الذي أحرقوه، هذه الجماعة الخوارج، خوارج العصر، أحرقوا طياراً وهو حي، وجاءوا بمحاولة للاستدلال. أولاً هم لا يجوز لهم شرعاً أن يقيموا الأحكام، هم ليسوا بدولة، الدولة ليست أن ترفع اسم دولة، الدولة كيان له شروط وأركان واستقرار لا تتوفر لهم ولا لغيرهم من الجماعة، فيحرم عليهم أن يقوموا بأداء أو تنفيذ الأحكام. فجعل الله عز وجل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقوبات حكراً على الحاكم على الدولة، لا تكون للأفراد ولا للجماعات.